اخي ابو وسام. طبعا نحن هلا بالذكرى الساسه للثوره مجدد البيعه، بنقولين عن روحك يا حافظ، ما رح نسمح لبعد ابنك اللي دعسنا راسه باذن الله بالمظاهرات، رح نروح لعقر داره على ساحه الامويه وندعس راسه باذن الله. هي امالنا وحلمنا باذن الله تعالى، ايد بايد سوريين رح نسقط النظام غصب عن راس اللي بيرضى واللي ما بيرضى. السنه الساسه كل عام وانتم بخير.